انا بالنسبه كان منتجه ديال الحبوب، كنخدم على خميره بلديه من الاباز، اما ديال كنديرها بالخرطل، دقيق الخرطل لانه كيحبس الخلايا السرطانيه ما كيخليهاش ديفلوبا. كنصاوبو بالثوم، دونك كندير الراس تاع الثوم، وباش كنعطيه مذاق اخر حيت كاين اللي ما كيتقبلش المذاق ديال الثوم، كنزيد عليه 7 الحبات ديال الحلبه كندقهم، و7 حبات ديال الحب رشاد، وكيعطي ان بون فيرمونتاسيون. تولي اروماتيزي. اروماتيزي. ولكن ما تسكنش فيها المذاق ديال الثوم الخبز اللي تطيبي به هذا. لا كيجي مذاق هائل. بصح. هائل. دونك كيفاش ديري؟ كتبقى 7 السوايع. تتولي دغيا لان غنزيدو فيها. دونك ريكابيتولون. قلتي شويه ديال الدقيق ديال الخرطال. دقيق الخرطال، دقيق الشعير. المهم اللي كان، ولكن انا كنبغي حل دقيق الخرطال دغيا كيتفيرمونتا. بحال بحال الشعير، وكاين اللي ما كيبغيش اللون ديال الشعير حيت تكحل من دقيق الخرطال. دونك كتبغي بعد خط صايبي بحال دابا الحريره حامضه كندورها بالخميره بلديه. صحيح. ما كي انا الحريره حامضه الا ما كانتش فيها الخميره بلديه وما فيهاش الكرويه ما ناكلهاش. سبحان الله. دونك بحال لي صوص دو طوماط خاصهم ولا بدا معلقه الخميره بلديه. شوف لا انت خاصك ترجعي ولا بدا صباحيه دوزان من جم تبارك الله من جم. دونك قلتي لي دقيق ديال الخرطال ولا ديال الشعير، تدير في راس ديال الثومه شويه ديال الحلبه، سبعه الحبات مدقوقين مدقوقين مع 7 الحبات ديال الحب الرشاد فقط، وخليها تخمر وتخليها تخمر. كاين عاد اللي كيديرها غير بالماء، داك الماء اللي كيتصفى من اللبن حتى هو كيخمرها. كاين اللي ما كتخلطيها غير بالماء. انا كنخلطها بالماء. واضح. كاين انا جو في با مال دو غوسيت ميم بالدقيقة الكينوا للناس اللي ما كياخذوش الجلوتين حتى هو كنصايبو بالماء ديال هذه، كتطلع بالماء ديال اللبن. ما شاء الله عليك. ما شاء الله الحمد لليتي.